السلام عليكم يا باشمهندسين. التو سيشنز اللي فاتوا اتكلمنا مع بعض عن الكونكشن، واتكلمنا عن في اول سيشن عن الديزاين بتاع الكونكشن بالطريقه المانيوال، بحيث لو انت عندك حاجه عايز تصممها، حاجه كومبليكيتد شويه وعايز تصممها بالطريقه المانيوال، فانت تقدر بسهوله جدا انك تصمم اي كونكشن مانيوال ما فيهاش اي مشكله. بس طبعا عيب الطريقه دي اللي انت هتاخد وقت طويل قوي. لو انت بتصمم بيلدينج كامل، فانت هتاخد وقت طويل جدا في اللي انت تصمم كل كونكشن بايديك، حين ان في حاجات هتبقى تيبيكال، يعني حاجات متكرره كتير عندك، مثلا كذا شير كونكشن في المشروع. فانت مجرد ان انت جبت الاسترينج اكشن بتاعه بتاعه كل كونكشن في مكانها فين، عايز حاجه ستاندرد بحيث ان انت تحط فيها الاسترينج اكشن وتطلع لك محتاج كام مسمار، محتاج اند بليت بسمكات قد ايه. كل الحاجات دي اسهل طبعا واسرع وانت بتصمم مشروع كامل. طبعا في الشغل اللي بره بتكون دي الطريقه الاسهل. لو انت شغال في مشروع تخرج ولا حاجه، ساعات الدكاترة بيقولوا لك صمم كونكشن او اتنين بايديك والباقي صممه ببرامج، ما عندهمش مشكلة. فيبقى عندنا الكونسبت العام اللي احنا دايما بنعتمد على استخدام البرامج او استخدام الاكسل شيت في الديزاين بتاع الكونكشن، لان الكونكشن بتبقى عددها كبير جدا في المنشأ، فبتكون محتاج ان انت تصمم الكونكشن، محتاج تول تخليك تصمم الكونكشن بسهولة وبطريقة سريعة، سبيشال اللي انت عندك الكونسبت محطوط في دماغك. طالما انت فهمت الديزاين بتاع المانيوال، انت ما عندكش اي مشكله تانية. استخدمت اي برنامج ايا كان، فانت ما عندكش اي مشكله تانية. طبعا في اكسل شيت انا كنت نزلتها لكم، دي بتاع الديزاين بتاع الكونكشن عن باستخدام الكود المصري. لكن لو احنا استخدمنا برامج، وده اللي هنتكلم عنه النهارده، احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن الاكسل شيت وازاي تستخدم الاكسل شيت في الديزاين بتاع الكونكشن، وازاي تمشي مع الاكسل شيت ستيب باي ستيب كده لغايه لما توصل اللي انت عندك كام مسمار، السبيسنج ما بين المسامير قد ايه، وكمان اللي انت عندك انت بليت هتستخدم فيه هتستخدم السمك بتاعه قد ايه. لكن لو انت استخدمت البرامج بيختلف شويه استخدامها عن الاكسل شيت. الاكسل شيت بنظبط الاكسل شيت، او احنا بنعمل الاكسل شيت نفسه بنظبطه بحيث اللي هو يكون يقدر يشتغل على كود المصري، او ياخد الفاكتورز بتاعه الكود المصري. لكن لو انت بدات تشتغل على البرامج، انت ما عندكش الامكانيه دي اللي انت تخلي البرنامج يتعرف على كود المصري، لان اغلب برامج الديزاين او برامج الاناليسيس كلها ما فيهاش الكود المصري اصلا. لان زي ما احنا عارفين الكود المصري هو كود متجمع من اكواد كتير، مش زي مثلا الكود الهندي هم عاملين ابحاث وريسيرشز كتير، فكل حاجه في الكود بتاعهم ليها ريفرنس طبقا للابحاث بتاعتهم هم، مش واخدين حاجه من كود تاني. لكن الكود المصري بتاعنا واخد مجمع شويه من الكود الامريكي، واخد حاجات من الكود الاوروبي، ومجمع الاثنين مع بعض وحاطط هو فاكتورز بايديه، مزود الفاكتورز بحيث ان هي تدي له فاكتور اوف سيفتي تناسب شويه طبيعه العمل عندنا في مصر. فدلوقتي النهارده مثلا هنتكلم عن برنامجين مهمين جدا في الديزاين بتاع الكونكشن. البرنامجين دول من اعم البرامج اللي بتستخدم في اي شركه هندسيه، البرنامجين دول من اعم البرامج اللي بتستخدم في اي دوله، ايا كانت هي اي دوله اوروبيه او دوله عربيه او حتى هنا في مصر. من اشهر البرامج اللي ظهرت جديد واللي عملت طفره شويه بصراحه في موضوع الديزاين بتاع الكونكشن، اللي هو البرنامج ده، برنامج الليمكن. البرنامج الليمكن ده برنامج من البرامج المحترمه جدا، يعتبر من احسن برامج الكونكشن اللي شفتها واللي اتعاملت معاها. يعني يمكن اتعاملت مع الرام كونكشن وبرده في برنامج تاني اسمه ايديا كونكشن، برنامج كويس بس التعامل معاه اصعب شويه من البرنامج ده. البرنامج ده الميزه اللي فيه اللي هو سهل، تقدر تخرج من عليه رسومات، تقدر تخرج منه كالكوليشن شيت قويه جدا، من اقوى كالكوليشن شيت اللي ممكن تخرج من اي برنامج. في كذا كود تقدر تصمم الكونكشن بتاعتك طبقا لكذا كود، في كود البي اس، في الكود الامريكي، تقدر كمان تصمم بطريقه ال ال ار اف دي وطريقه الاي اس دي. طبعا ال ال ار اف دي بيساعدك ان انت تصمم قطاعات، تصمم بقطاعات اقل ومسامير اقل. يعني انت صممت بالكود الامريكي مره بالال ار اف دي ومره بالاي اس دي، تلاقي الكونكشن لو انت مصممها بالال ار اف دي وسيف، تلاقيها بالاي اس دي ان سيف، لان الاي اس دي بيحتاج ان انت تكبر كل حاجه عشان تسيف. لكن طريقه ال ال ار اف دي بتعتمد على ان بياخد بيوصل للاف فيلد بطريقه مختلفه شويه بتاع سواء المسامير او سواء الاند بليت، فالطريقه نفسها بتخلي الكونكشن تكون سيف على قطاعات اقل. فدي بتساعدك جدا ان انت تشتغل في لو انت عايز تصمم حاجات صغيره او تختار قطاعات صغيره او سمكات صغيره. تعالوا مع بعض نتعرف دلوقتي. النهارده معانا اول برنامج اللي هو الليمكن، تاني برنامج عندنا وهو الروبوت، وده برنامج من اقوى البرامج برضه في الاناليسيس، وخد مسار
قوي جدا، اللي هو بدأ يبقى هو اعتماد الاساسي في شركات كبيره بتعتمد اعتماد اساسي على البرنامج ده، لان البرنامج ده بيشمل بيربط ما بين الخرسانه والستيل بطريقه كويسه جدا، الاناليسيس بتاعه افكتيف اكتر بكتير من الساب، في نان استخدام النان لينياريتي فيه اقوى بكتير من الساب او الاستات حتى، لان هو يعني في بعض الريسيرشز، في بعض الناس اللي هتعمل ابحاث او الناس اللي بتحضر ماجستير استخدامها للبرنامج ممكن تستخدم البرنامج ده بدل البرامج الاناليسز المعقده شويه اللي بتستخدمها في الماجستير. البرنامج ده سهل، بس سهل شويه، والاناليسز بتاعته قوي، الاناليسز بتاعه قوي جدا. في الاوبشن اللي هو تصمم كونكشن، فانا هستخدم مش هنخش جوه البرنامج نفسه، يعني البرنامج لو حد اشتغل عليه هو شبه بالظبط برنامج الاستاد اللي هنتكلم عليه بعد كده، لكن هو يعني هو نفس التعامل بتاع برنامج الاستاد، لكن البرنامج ده فيه اوبشن حلو قوي اللي انت تقدر تصمم الكونكشن من عليه عن طريق الاناليسيس بتاعه، يعني بستخدم طريقته في حساب الاناليسيس في حساب الكونكشن، ازاي احسب كونكشن عن طريق الروبوت. فاحنا عندنا النهارده البرنامجين دول برنامجين كويسين جدا، برنامجين اقوياء جدا في الديزاين بتاع الكونكشن. عايزين نتكلم على كل واحد، وعايزكم برضو تجربوا بعد ما نخلص الشرح بتاع البرنامجين، كل واحد كده قدامه اي كونكشن قابلها في مشروع او بيعملها يبتدي يحاول يصممها على البرنامجين دول، ويشوف هل هو لما كان صممها هل هي كانت في وقتها لما صممها، هل هي هو كان فاكر اللي هو مصمم ايكونومي، هل بعد ما صمم بالبرنامجين دول طلعوا فعلا هما ايكونومي ولا لا؟ لان البرنامجين دول بياخدوا في اعتبارهم كل حاجه انت حاططها في الكونكشن، لو انت حاطط ستيفنر هياخدوه باعتباره ويحسب له الستيفنس بتاعته والريلاتيف ستيفنس ما بينه وبين الاند بليد، يعني كل حاجه محطوطه في الموديل اللي انت تعمله هو هياخدها في الاعتبار ويعمل لها اناليسيس، وبيقلبها كل بيقلب كل حاجه فاينايت اليمنت ويعمل اناليسيس من اول وجديد لكل حاجه موجوده. تعالوا نتعرف دلوقتي على برنامج الليمكن. برنامج الليمكن برنامج بسيط جدا، لو انت شفت الانترفيس بتاعه كده هتحس ان هو برنامج فقير، لكن هو برنامج غني جدا، على الرغم اللي هو الانترفيس بتاعه مش قوي، الانترفيس بتاعه غريب شويه كده وضعيف، بس برنامج من اقوى البرامج اللي ممكن تقابلها في حياتك في الديزاين بتاع الكونكشن. زي ما احنا عارفين هتلاقي في هنا نيو موديل، لو انت عايز تعمل موديل من اول وجديد، لو انت عندك موديل وعايز تفتحه فانت هتقرا من عن طريق الايكون دي هتعمل اوبن. الايكون التانيه طبعا ده السيف، وده البرنت لو احنا عايزين نطبع اي حاجه من عليه. دي بعض الحاجات اللي هي، وده طبعا زوم ان وده زوم اوت، دي الحاجات الستاندرد اللي هتلاقيها موجوده في اي برنامج، بس ده ما يهمنيش قوي يعني في البرنامج ده. انا اللي يهمني ايه بقى؟ اللي يهمني ان انا عايز اعرف اول حاجه اللي انا اعرف الكود، اول حاجه اعرف السكاشن اللي انا هاخدها، يعني زي ما انتوا عارفين عندنا في الستيل في سكاشن امريكان، في سكاشن يوروب، في كذا سكشن، في كذا طيب من انواع السكاشن، في سكاشن روسيان، فانت هتستخدم انهي سكشن اللي انت تحطه في الموديل بتاعك. غير كده، غير ان انا اعرف السكاشن، في برضو انا عايز، انا عندي قطاع بيلت اب، وده الاوبشن التاني اللي احنا بنستخدمه في الستيم، عندي قطاعات بلتات انا بجمعها بايديا عشان اوفر، فانا عايز ادخل الموديل بتاعي اللي هو في الليمكن انا عندي قطاعات بيلت اب هستخدمها، ازاي اعرف للليمكن قطاعات بيلت اب؟ فطبعا عندي دي اكيد ممكن تكون مشكله اللي في برامج ما تقبلهاش وفي برامج تقبلها، هنا في الليمكن لا بيقبلها. بس اقول لك في مشكله بسيطه كده في الليمكن كراك، لو انت جايب نسخه ليمكن كراك فيها كام مشكله بسيطه كده ممكن تتغلب عليها، لكن لو انت عندك برنامج الليمكن ومعاه اللايسنس بتاعته طبعا انت بترتاح من حاجات كتير قوي. تعال نعرف ازاي نعرف الاول السكاشن او اللايبراريز اللي انا هستخدمها، لو انا هستخدم مثلا هنا قطاعات اليورو فانا هخش من هنا فايل، اول حاجه اول خطوه لازم تعملها بعد ما تفتح البرنامج ده ان انت تقول فايل كونفيجر، عندك كذا حاجة في جنرال ومينيمم اكشن ودي اكس اف وسكشن لايبراري مانجر. لو انت دخلت على السكشن لايبراري مانجر دي هيجي يقول لك انت عايز السكشن بتاعتك هل يورو ولا ايزك ولا اي اس دبليو ولا سي او اس سي ولا يو كي، عايزها بريطاني، ايا إن كان انت عايز قطاعاتك تبقى ايه اللي انت هتستخدمها. احنا دايما بنستخدم قطاعات اليورو، هقول له يورو وبعد كده اقول له اوكي، هتلاقي فتح لي اوتوماتيك القطاعات اليورو، هتلاقي الاي بي اي والاتش اي والار اتش اس، ايه الار اتش اس دي اتكلمنا عليها قبل كده، ده ريكتانجولار هولو سيكشن، هتلاقي كل القطاعات يو بي ان مثلا اي بي ان كل الرود لو انت عندك حاجه رود، كل القطاعات اللي انت بتستخدمها في اليورو هتلاقيها موجوده متعرفه اوتوماتيك. طب انا عايز قطاع اي بي اي، اخش هنا اهو هتلاقي كل قطاعات الاي بي اي اللي عندك. طب لا لا مش عايز اي بي اي انا عايز اتش، هتلاقي اتش اتش اي اي واتش اي بي كلهم موجودين عندك. نفس بالظبط الانترفيس اللي انت بتلاقيه في
في السابق واحنا بنعرف قطاعات مثلا، هتلاقي كل القطاعات متعرفه عندك. طب يا باشمهندس انا عندي القطاعات دي اوكي، انا ما عنديش مشكله، دي قطاعات هوت رولد. انا لا، انا ما انا مش هستخدم قطاعات هوت رولد، انا المنشا بتاعي كله بيلت اب. ازاي اعرف قطاع بيلت اب على الليم كون؟ لو انت دخلت هنا اهو وجيت عند اي سيكشن وعملت كليك يمين وقفت عليه ده، وقفت عليه وبعد كده عملت كليك يمين، هتلاقي في حاجه اسمها كوبي سيكشن. لو انت قلت له هنا كوبي سيكشن، هتلاقيه فتح لك ويندو جديده، قال لك قول لي البروبرتيز بتاعت السيكشن اللي انت عايزها شكلها ايه. اول حاجه هتسمي له السيكشن بتاعك، وليكن انا هسمي سيكشن اسمه اتش اي اتش اي داش 400 مثلا. خلي بالك من حاجه، وانت بتسمي السكاشن ما تسيبش سبيس، وانت بتسمي السكاشن ما تعملش سلاش، وانت بتسمي السكاشن ما تستخدمش اللي هو شيفت 8 اللي بيعمل لك حرف الضرب او رمز الضرب. الحاجات دي تبقى مرفوضه في النيم بتاعه اللينك، في شويه ستاندرد كده هتعرفها وانت بتشتغل. هو هيقول لك اللي فيه ايرور في الاسم، انت غير في الاسم طبقا لاستخدم داش ما تسيبش سبيس. هو دي اكبر حاجه هو يقدر يفهمها. هتلاقي بعد كده بيجي يقول لك ايه، قول لي البروبرتيز بتاعت القطاع بتاعتك. هو بيلت اب ابعاده ايه بقى؟ طب انا مش عارف ايه الدي والبي والتي والتي اف والتي ويب والار ار، ايه الكلام ده؟ طالما انت مش عارف الحاجات دي بترمز لايه، ممكن هنا اهو في حاجه اسمها كي دايجرام، هتلاقي هنا في حاجه اسمها ديتيلز وفي حاجه اسمها كي دايجرام. الديتيلز دي معناها اللي هو هيديك الابعاد على الرسمه بتاعتك. لا انا مش عارف اساسا ال 98 دي الدي دي معناها ايه، في حين انت لو كنت بصيت ان هو في الشكل ده هتعرف ال 98 هي توتال هايت، بس لا انا عايز اتاكد برضو الدي دي هي ايه. لو جيت ان هو وقفت على الكي دايجرام هتلاقي ان الدي دي اهو مش هقول لك عليها، بيقول لك المسافه من اول للاخر يعني التوتال هايت. البي اللي هو عرض الفلانجه، التي اف هتلاقي مثلا التي اف اللي قصده بيه السكنس بتاع الفلانجه، التي ويب اللي هو السكنس بتاع الويب، الار ار ده اللي هو ايه الراديوس اللي هو بتاع الكيرفتشر. هتلاقي عندك شويه حاجات كده اهو، انت كده عرفت الرموز دي بترمز ليه. طب ابتدي مثلا عندي قطاع 400 هستخدمه ازاي؟ هروح قايل 400 ادي ده دي، عندي القطاع بتاعي 400 والسمكات بتاعتي 40، ف 480 مثلا. البي انا هقول البي بتاعي 300 وليكن. التي فلانج انا هقول التي فلانج زي ما احنا عرفناها 40 مللي. التي ويب مثلا هقول 12 مللي. ده قطاع بيلت اب فما بيبقاش فيه اي كيرفتشر، هقول له زيرو كده رسم لي قطاع بيلت اب. هل انا كده عرفت قطاع بيلت اب؟ لا خالص، انت ما عرفتش اي قطاع بيلت اب. عشان يتعرف للبرنامج لازم تقول له كومبيوت. هنا عمل لك ايه بقى؟ حسب لك كل البروبرتيز بتاعت القطاع. يبقى في استفدت تاني من اللينكون بميزه تانيه، اللي انا لو عندي اي قطاع في الحياه عايز اجيب له اي اكس، عايز اجيب له اس اكس، عايز اجيب له راديوس اوف جيريشن، عايز اجيب له اي حاجه، هتلاقي كل الحاجات دي موجوده. بالعكس كمان ده هو كمان بيحسب لي المومنت كاباستي بتاعت القطاع، بيقول لي المومنت كاباستي بتاعت القطاع 226 طن متر مثلا او كيلو نيوتن متر، ايا كان الوحده اللي انت شغال بيها. فهو بيحسب لك كل حاجه، فانت كده استفدت باللينكون ان انت تعرف تحسب تعرف البروبرتيز بتاعت القطاع كلها. عشان تسيف القطاع ده تقول له اوكي، كده انت سيفت القطاع بتاعك. هتلاقي القطاع نازل معاك تحت اهو، هتلاقي هنا في مكان ما لو انت دورت عليه كده معايا هتلاقيه اتش اي 400، هو ده القطاع اللي انت عرفه. طب انت لو انت عندك في بقى عيب خطير في اللينكون الكراكت، اللي هو ما بيقبلش قطاعات كتير. لو انت فضلت تعرف قطاعات بيلت اب كتير هتلاقيه ما بيقبلش كل القطاعات في الكونكشن نفسها، ما بيقبلش كل القطاعات، هتلاقي عندك مشكله. تروح انت عامل ايه بقى؟ انت معرف قطاع وفي الكونكشن بتلاقيه ظاهر صح، غير في القطاع ده. يعني اول ما تلاقي القطاع ده مش يعني القطاع اللي انت عرفته مش ظاهر معاك في الكونكشن، ابتدي غير في القطاع ده اللي هو ظاهر معاك في الكونكشن. مثلا اهو انا مثلا ظاهر معايا في الكونكشن بي ار 5، اروح مغير فيه، اغير في ابعاده طبقا للابعاد اللي عندي. اول ما اغير في ابعاده طبقا للابعاد اللي عندي انا كده عرفت قطاع جديد، واقول له اوكي. يبقى انا كده لما اعرف القطاع ده في السكشن في الكونكشن بتاعتي، يبقى انا كده واخد القطاع الجديد بعين. دي العيب الخطير اللي موجود في اللينكون الكراكت، اللي هو ما يقبلش قطاعات بيلت اب كتير. هو ممكن يقبل قطاع واثنين وبعد كده اول ما اتعرف قطاع تاني تالت ورابع يقول لك يعرفه لك عادي هنا في اللايبراري، بس تيجي تخش في الكونكشن ما تلاقيهوش. لكن تلاقي الحاجات القديمه اللي هي مثلا بي ار 5 او بيم حاجات كده. فانا عشان احل المشكله دي القطاعات اللي متعرفه عندي اروح انا شغال عليها، يعني افضل اغير فيها كل شويه. ده عيب الليمكون الكلام. ممكن تحمل ليمكون ويكون حظك حلو وتلاقي عندك ما فيش المشكله دي، هي مع ناس وناس. بس انا عن نفسي حصلت معايا ثلاث مرات، اللي انا حملت كذا ليمكون، مره كان ليمكون يشتغل معايا عادي ويعرف قطاعات كتير ما عندوش مشكله،
وحملت ليمكن بعديه عمل معايا المشكله دي. فاي ليمكن كراكد هتلاقيه عنده المشكله دي. انا هحاول انزل لكم كمان، ارفع لكم برنامج الليمكن عشان الناس اللي مش هتعرف تنزله، هرفعه لكم على الدرايف على السايت. وكمان هحاول ارفع لكم كذا كذا فيرجن بحيث الناس اللي تعرف تلاقي البرنامج الاسهل بالنسبه لها تستخدمه، بس كلهم نفس الاستخدام ونفس الطريقه. بعد ما انا عرفت القطاع بتاعي اقول له اوكي يس يس كده، هو عرف معايا البرنامج كده، عرف السكاشن بتاعتي. لازم يطلع لي المسج دي، ما تتخضش منها، اقول له اوكي. بعد كده هو كده عرف كل حاجه، اقول له كلوز كلوز كده، هو عرف البيلت اب سكشن. طيب انا عايز دلوقتي اعرف انا هشتغل بكود ايه. لو انت دخلت برضو على فايل كونفيجر، دخلت على جنرال، هتلاقي نفسك انت عايز تشتغل بكود ايه. اول حاجه الكونتري اللي انت شغال بيها، هل هي يورو ولا يو كي ولا ايه؟ دي بتتوقف على اللايبراري اللي انت مستخدمها. انا اخترنا يورو علشان اللايبراري اللي انا مستخدمها. السكشن لايبراري فايلز، اللايبراريز اللي انا استخدمتها ايه؟ يورو. طب حلو، نيجي بقى البرنامج عايزه يشتغل ازاي؟ عايزه يشتغل بكود ايه؟ هل يشتغل بالايزك ولا يشتغل بكود تاني؟ لو انا اخترت هنا ايزك، فانت هتلاقي عندك في اس دي وال ار اف دي، بس هو هنا في كود تانية يا باشمهندس. ليه مش متعرفه؟ هقول لك ليه مش متعرفه. لانك اول ما بتفتح البرنامج من الاول خالص بيجي يخيرك هل انت هتشتغل بالكود ده ولا ده ولا ده. ففي الاول خالص انت كنت المفروض تختار تقول له تشتغل بالكود الايزك ولا البي اس مثلا. طالما اخترت الايزك يبقى هو هيفتح لك ده بس هنا في الكونفيجر ويقفل لك الباقي. طيب تعال نشوف، لو انا عايز اختار البي اس مثلا اعمل ايه؟ اخرج بره البرنامج خالص، انا اخرج خالص وافتحه من اول جديد. بص اول مسج هيبعتها لك ايه اهو، بيجي يقول لك عايز تختار انهي كود، ايزك ولا بي اس ولا سي اس اي ولا انهي كود. فانا لو انا قلت له البي اس في الحاله دي، انا قلت له اختار لي الاثنين الكواد مع بعض وقلت له ابلاي وكلوز، هيفتح لي البرنامج. تيجي تخش على كونفيجر جنرال، هتلاقي بص فعل لك البي اس، عندك الاوبشن ان انت تختار الكود ده او الكود ده، تختار اي كود فيه. فانت من الاول وانت تختار الاكواد اللي انت هتشتغل بيها عشان ترتاح بعد كده، هتشتغل بالاي اس دي ولا الار اف دي. هنا في مصر في كذا حد بيشتغل بالاي اس، يعني كذا اغلب الشغل بيبقى دايما بالاي اس دي. في بعض الشركات او بعض العقود بتعتمد على ان انت تشتغل بالال ار اف دي، فانت عندك التو اوبشن. اقول له اوكي، انا كده عرفت للبرنامج القطاعات اللي هستخدمها، عرفت للبرنامج الكود اللي انا هستخدمه، انا كده جاهز ان انا ادخل على اي كونكشن اشتغل عليه. طيب تعال نشوف بقى الكونكشن اللي في البرنامج، انا يعني اوصل للكونكشن ازاي. هي مفيش، انا عندي تيبل فاضيه كده متقسمه شويه مربعات. يعني ايه المربعات دي؟ المربعات دي معناها لو انت عندك كونكشن صممتها كونكشن واحد، هنا تتحط هنا كونكشن، اتنين هتتحط هنا كونكشن، تلاته هتتحط هنا وهكذا. معنى كده ايه؟ معنى كده ان فايل واحد ممكن يقدر يعمل الكونكشن بتاعت المشروع كله، ما عندهوش اي مشكله. يبقى احنا عرفنا ايه فايده المربعات الكتير اللي هو ظاهرها لي دي. دي اللي بتخلي الانترفيس بتاعي شكلي غريب شويه، هي دي الفايده بتاعت المربعات دي. طب تعالى نشوف نعرف ازاي الكونكشن. انا عايز بقى اوصل للكونكشن وعايز ابتدي اصمم يا باشمهندس. اول حاجه هتيجي تعملها هتقول هنا كونكشن، هنا بيظهر لك اشكال الكونكشن، بيظهر لك بعض الكونكشن باشكالها، ودي الكونكشن المتداوله والشائعه اكتر. لو انت عايز حاجه سبيشال ثانيه هقول لك تجيبها منين، بس دي اغلب الكونكشن اللي هتستخدمها. يعني مثلا لو انت عندك كونكشن وير هاوس او عندك مشروع وير هاوس، فانت تستخدم سبلايس او تستخدم الابكس، ادي دي الابكس. هتستخدم الاند كونكشن مع العمود، ادي دي الاند كونكشن مع العمود. لا يا باشمهندس انا عندي القطاع فيه هنش عند الابكس، ادي دي الكونكشن اللي بتقول لك ابكس وفيه هنش. لا يا باشمهندس انا عندي الهنش مش عند الابكس، انا عندي الهنش عند العمود، ادي دي الكونكشن اللي بتقول لك الهنش عند العمود. تعال نشوف الاربع كونكشن دول، ودول اغلب الكونكشن اللي بنستخدمهم بصراحه. لو انا جينا نشوف الابكس مثلا هتلاقيه ايه؟ اول حاجه بيقول لك النيم بتاع الكونكشن. لو انا قلت النيم بتاع الكونكشن واحد وجيت سيفت مثلا، قلت اوكي انا كده سيفتها اهو ظهرت لي هنا كده، معنى كده اللي دي اول كونكشن انا صممتها. لو انت عملت كنترول وسكرول انت كده بتكبر وتصغر الشاشه. لو انا دوست عليها تاني هيفتح لي تاني البروبرتيز بتاعتي. خلي عندك كونسبت واحد، طالما في الاكس دي كده الكونكشن بتاعتك في حاجه مش مظبوطه ومش مسيفها. فتعالى نشوف بقى واحده واحده مع بعض هنمشي ازاي. اول حاجه هنا بيقول لك الارنجمنت، دي معناها دي اسم الكونكشن في البرنامج. في هنا حاجه مهمه، الانجل بتاعت الانجل بتاعت الميل بتاعت الكاميرا دي. ده انا كده بعمل الكونكشن بتاعت الابكس اللي هي الكونكشن الموجوده في الابكس. فدي بتعتمد على الميل بتاعي، هل هو 1 ل 10 ولا ميل الممبر بتاعي 1 ل 10 ولا 1 ل 20 ولا ايا كان. ف 1 ل 10 الزاويه بتاعته بتبقى حوالي 5 مللي،
خمس درجات. فلو انا قلت له الزاويه هنا 5 درجات وقلت له اوكي، هيبتدي ايه يظبط لي الزوايا بتاعه الرافتر بتاعي. يبقى انا كده ظبطت الزاويه بتاعتي، دي اول حاجه. طب انا عايز اعرف للممبر ده اعرفه ازاي، تيجي هنا اهو وتقف، هتلاقي بيقول لك قطاع العمود، عايز قطعه ايه؟ ما عنديش عمود اصلا. هل هنا في عندنا عمدان؟ هو عاملها لك ايه ان هايت، مش شغال. طب في هنا اوبشن تاني اسمه تيرمينيت التوب. لو انا عملت له ان تشيك كده وقلت له اوكي، بص هو عمل ايه، تعال شوف الفرق. قلت له تيرمينيت التوب تاني، قلت له اوكي، ما عملش حاجه صح. ركز معايا في الاوردر ده عشان هحتاجه كمان شويه. بس تيرمينيت التوب ده ايه؟ هنا عشان انا ما عنديش في الكونكشن دي عمود، فما بيظهرش اي حاجه. لكن لو انا عندي عمود هتظهر معايا. ركز معايا، خلي دي في دماغك وهقولها لك في الكونكشن اللي بعديه. تعال نشوف البيم بقى. البيم هتلاقيه متاكتفها. اول حاجه هيقول لي السكشن بتاع البيم ايه. لو انا قلت السكشن بتاع البيم اخترته، بص انزل بقى كده، انا كنت معرف قطاعات البلت اب في الاي بي اي صح. تعال اطلع هنا، انا بدور على القطاع بتاع الاتش اي 500 اللي انا كنت عرفت، او 400، مش موجود. ليه مش موجود؟ زي ما انا قلت لك، لما انت بتعرف قطاعات كتير بلت اب على الليمكن مش كلها بتتعرف، بس موجود القطاعين البلت اب اللي انا كنت معرفهم زمان، في ار 5 مثلا والبيم. معنى كده ان انا لو عايز اعرف قطاع جديد بلت اب العب في ده، ادخل على قطاع البي ار 5 اغير البروبرتيز بتاعته، يبقى هو ده القطاع بتاعي. يبقى فهمنا الموضوع ده، عشان ده مشكله في النسخه الكراكد بس. فانا لو انا هختار اي بي اي مثلا 400، قطاع اي بي اي 400، امشي افضل نازل كده لقيت اي بي اي 400، اقول له اوكي. لو انا طبعا عايز قطاعات الاتش اي اهي موجوده، لو انا عايز قطاعات الاي بي ان كله موجود، فانا هقول له اوكي. يبقى انا كده عرفت القطاع بتاعي. طب الجريد بتاع الستيل بتاعي كام؟ اهو 235 275 355 ستيل 37 ستيل 44 ستيل 52 بالترتيب كده. انا عندي ستيل 37، اقول له 235 واقول له اوكي. يبقى انا كده عرفت القطاع بتاعي، هتلاقيه ظهر هنا اهو اي بي اي 400، وكمان الجريد زاويه الميل بتاعتي كام، واسم القطاع اللي هو بي 1. طيب بعد ما انا عرفت الممبر ابتدي هيجي يقول لي اند بليد. لما انا اضغط هنا اهو فيبتدي يقول لي البروبيرز بتاعت الاند بليد. هل الستيل بتاعك 275؟ لا، الستيل بتاعي 235، الاف فيلد بتاعته اللي هو الجريد يعني. هيجي بقى يقول لك الدي اي. ايه الدي اي دي بقى؟ الدي اي معروفه هنا في البرنامج اللي هو الدبس بتاع الدبس بتاع القطاع، الدبس بتاع الاند بليد. البي اي اللي هو الويدث بتاع الاند بليد. اي تي اي اللي هو الثيكنس بتاع الاند بليد. يبقى انت كده عرفت الدي اي والبي اي والتي اي دول بيعبروا عن ايه. الدي اي هنا معموله 640، هنا ده اي بي اي 400. لو انا قلت من فوق 50 ومن تحت 50، فانا ممكن اعملها 500 او 550 مثلا، وليكن انا هعملها 550. البي اي دي بتعتمد على عرض الفلانجه. لو عرض الفلانجه بتاعت الاي بي اي 400 بتبقى حوالي في حدود ال 185، فانا اقول 200 دي كويسه، بحيث ان هي تكون مغطيه الاي بي اي 400. هتيجي تقول بقى التي اي ده الثيكنس بتاع الاند بليد، ولكن انا هقول الثيكنس بتاع الاند بليد بتاعي 20 مبدئيا لغايه ما انا اعرف هل هيسيف ولا لا. في هنا اوبشن تاني بقى، ساعات الكونكشن دي ما بنسيبهاش كده فاضيه، بنروح حاطين هنا ستيفنر من فوق وستيفنر من تحت. طب ازاي نعرف البرنامج ده عشان ده هيقلل معايا في ثيكنس الاند بليد؟ هتلاقي هنا في او هنا تشيك بوكس كده بتاع الستيفنر، واروح معرف له الستيفنر بتاعي، اعرف الستيفنر 10 او 12 ايا كان الستيفنر بتاعي. والاستفنارات دي يعني المينيمم بتاعها بيبقى 10 مللي، الماكسيمم بتاعها بيبقى 12 مللي، يعني 12 في 16 مللي كمان حسب ما المومنت بتاعك بيزيد او بيقل. فانا هبتدي ب 12 مللي وده اللي بيبقى معتاد يعني. بعد كده هتلاقي في هنا حاجه اسمها الويلد. انا كده انا الاند بليد اكيد ملحوم في الكاميرا، فعايز احط الاف التيمت بتاع الويلد بيبقى 440 دايما، اللي هو بيبقى اعلى من الستيل بتاعك. لو هو 37 انت بتستخدم ستيل 44 تقريبا في الويلد، وده اغلب الولد اللي بيستخدمه. حتى لو الستيل بتاعنا 52 بنستخدم ال 440 ده اللي في الالتيميت بتاعه. لو عايز احط الفلانجه الولد اللي عند الفلانجه، لو انت شفت العلامه دي، العلامه دي معناها فول بنتريشن جروفد ويلد. ده معناه ايه؟ ده النوع اللي احنا اتكلمنا عليه في الديزاين المانيوال، ده النوع الولد البات ويلد او الفول بنتريشن جروفد ويلد. لا، الولد ده بيبقى محتاج انسبكشن عالي قوي، محتاج وانت بتستلمه ليه كذا اختبار، واستلاماته صعبه شويه وتنفيذه كمان بيبقى صعب. لا انا مش عايز، لو اضطريت له اعمله ما فيهوش مشكله بتعمل، لكن انا لا انا عايز اخليه فيلت ويلد عادي. طب ازاي اعمله فيلت ويلد؟ غير، اضغط هنا اهو كده اهو في السهم اللي تحت، هتلاقي عندك ظهر لك سمكات. دي سمكات الويلد 3 و4 و5 و6 و8 و12،
وليكن انا اختار 8 مللي او 10 مللي، خليها 8 مللي. والويب انا اختار الويب بتاعي بيبقى 6 مللي، يبقى كده ده 8 مللي لحام فليت ويلد، 6 مللي لحام فليت ويلد، ده في الويب وده في الفلانج. هتلاقي في الاستيفنر بيجي يقول لك الويلد بتاعك كام، السيكنس بتاع الاستيفنر 12 مللي، فانا دايما اخليني قريب من السيكنس ما عدهوش. ما ينفعش اقول 16 مثلا، ما ينفعش اقول السيكنس بتاع الويلد اللي عند الاستيفنر اكبر من سيكنس الاستيفنر نفسه، ودي قاعده اتعلمناها خلاص في الديزاين مانيوال، لكن انا لازم اكون في اقل منه بس اكون قريب منه، يعني حوالي 10 مللي. بعد كده اقول له اوكي. هتلاقي بص العلامه اتغيرت، بدل ما كانت هنا 8 لتحت كده ده الانديكيشن بتاع الجروف بريتنيشن بات ويلد، لا العلامه اتغيرت وبقت مثلثين، اللي هي معناها في لحام فوق في فوق الفلانجه والحام تحت الفلانجه بالنسبه للفلانجه، وده السمك بتاعه 8 مللي. لكن بالنسبه للويب في لحام من ناحيه الويب الشمال ومن ناحيه الويب اليمين، فعمل مثلثين فوق وتحت، وده السمك بتاعه 6 مللي وده 8 مللي. هتلاقي هنا بيجي يقول لي ايه، بيجي بينبهني بيقول لي ان الاند بليد بتاعك نوت ديب انف، يعني مش واصل لغايه اخر مسمار. طب نسيب ده شويه لغايه لما نظبط المسافات ما بين المسامير، لو هي ظبطت خلاص، لو هي ما ظبطتش ممكن نزود الاند بليد معانا مفيش مشكله. طب تعال نشوف بقى البولت، هو ده البولت. هيجي بيقول لك الدايمتر اللي انت هتستخدمه، وليكن انا هستخدم ام 20. هتيجي هل هو الجريب بتاعه 8 8 ولا 10 و9؟ فانت عندك هنا 8 و8 وعندك 10 و9 وعندك كل حاجه. فانا قلت له 8 و8، هتلاقي هنا اهو في سريتد بولت، ده ان وده اكس، دي انواع البولت دايما بنستخدم الان ده. في حاجه ناس اسمها براينج فاكتور، لو البراينج فاكتور دي معموله بوينت 2 كده، دي معناها ان المسامير بتاعتك هاي سترينث بولت، يعني فريكشن بولت. لكن لو انت عايز اوردينري بولت ممكن تعملها، في ساعات بيبقى في اوبشن هنا اهو، بس عشان النسخه دي برضو كراكت فبيبقى فيها مشكله شويه، اللي انت تخلي البراينج فاكتور ده بزيرو، تروح تلك عليه وخليه زيرو. لو انا ممكن اعملها هنا، هي المشكله اللي هو بيبقى ساعات كراكت فبيرغمك. بوينت 2 مش هتفرق كتير لو هو هاي سترينث بولت، تمام. فلو هو انسترينث بولت هتشتغل على اللي هو هاي سترينث بولت، فهتخلي الكونكشن بتاعتك المسامير بتاعتك هاي سترينث بولت بام 20. هتيجي هنا بقى تقول له عدد المسامير انا عايز ايه، بيجي يقول لك في التوب فلانج انت عايز كم مسمار حوالين التوب فلانج، عايز التوتال بتاعهم 4 وفوق فوق الفلانجة من فوق هتحط 2، ولا انت مثلا عايز 6 وفوق الفلانجة هتحط 3 او هتحط 2 برضو، ولا انت عايز 8 وفوق الفلانجة هتحط 4 فيبقى 4 فوق و4 هو بيحسب الانر اللي هو اللي تحت الفلانجة، حسب ما انت عايز. دايما احنا بنحط الكونكشن بتاعتنا كلها بيبقى فوق الفلانجة مسمارين وتحت الفلانجة مسمارين. طب نفترض ان انا عندي مشكلة او ايا كان المشكلة اللي عندي، مش هينفع احط مسامير فوق الفلانجة، اخلي اوتر زيرو، هتلاقي الانر كله يبقى الاربع مسامير يبقوا تحت الفلانجه كله. ده لو انت محتاج الكونكشن دي. هيجي يقول لك في التوب فلانج عايز تحط برضو 4 2 فوق الفلانجه و2 تحت الفلانجه، ولا انت عايز اي اوبشن تاني، تختار اي اوبشن زي ما انت عايز. طب تمام. هيجي بقى يقول لك هنا شويه رموز، ايه اي واي اف واس بي وايه الكلام ده، انا مش عارف الرموز دي ترمز ليه. هتلاقي هنا في حاجه اسمها كي دايجرام، نفس الفكره، هتدوس عليه هتلاقيه ظهر لك ايه الاي اي ده، ده الايدج ديستانس. لو انا عندي ام 20 فالواحد ونص الايدج ديستانس بتاعت الكود المصري بتبقى 1.5 الفاي، فالواحد ونص بتاعت الام 20 هو حوالي 30 مللي، فانا لو خليت ده 30 يبقى انا كده ظبطت الايدج ديستانس بتاعتي. طب الاي اف، الاي اف المسافه ما بين المسمار لحد الفلانجه بتاعت القطاع، ما دي برده 1.5، فهتبقى المفروض دي كمان هي كمان 30. بعد كده هتلاقي في حاجه اسمها اس بي، ايه الاس بي دي؟ لو انا بصيت ان هو هلاقي الاس بي اللي هو المسافه ما بين المسامير، المسافه بين المسامير دي اقل حاجه 3 الفاي واكبر حاجه 6 الفاي، فانا لو انا قلت 3 الفاي يعني يعني 60، لو انا قلت 6 الفاي يعني 120، يعني مع 130 دي اكبر اساسا من 6 الفاي، يعني ما ينفعش انا بتكلم من 60 ل 120، فانا هختار حاجه في النص اقول له 100 مثلا، تمام. يبقى انا كده ايه، ظبطت الايدج ديستانس وظبطت السبيسنج ما بين المسامير. طالما انا ظبطت السبيسنج فوق هو اوتوماتيك هيروح ظابط لي السبيسنج تحت. ايه الاس جي دي؟ ايه الاس بي 1؟ الاس بي 1 هتلاقي لو انت عندك صف مسامير تاني، انا ما عنديش صف مسامير تاني فالرقم ده ملوش لازمه. الاس جي هسيبه ما اتغيرش في حاجه. الاس جي المسافه ما بين العمدان، المسافه ما بين العمدان بتبقى حوالي من 4 ل 5 الفاي، فانا لو قلت 4 في 20 هتبقى حوالي كام؟ يعني 80، او مثلا انا برضو هاخدها 100. يبقى انا كده ايه ظبطت كل الكلام ده. بعد كده اقول له اوكي. هتلاقيه هو هنا ظبط المسامير بتاعته. بص هو عمل لك الايرور اللي كان موجود فوق
ما بقاش موجود، اللي هو بيقول لك الاند بليد بتاعتك مش ديب انف، لكن بقى في ايرور تاني بيقول لك تشيك اوتر فلانج فيس ديستنس. دي بتبقى يعني عشان الايدج ديستنس بتاعتنا دي، الايدج ديستنس طالما انت ظابط الايدج ديستنس دي خلاص طنش الايرور ده. في حاجات كده ممكن تطنش عشان دي تبقى تبع الكود الامريكي شويه، في حاجات بتطنش لان يعني البرنامج ساعات بيقول حاجات ممكن تبقى مش منطقيه شويه. فانت لو انت مثلا عايز تشيل الايرور ده، فانت عايز تكبر ال 100 دي، هتكبرها ازاي؟ تروح جاي ان انا اخليها مثلا 110، تقول له اوكي. اه طالما رخمت معاك ممكن تطنشها يعني، ما فيهاش مشكله. ممكن برضو كمان بدل من 30 نخليها اكبر شويه من 1.5 اللي هي 40 و40، نقول اوكي. هنا بدأ يقول لك ال distance not enough، خلينا برضو خليها 30 زي ما احنا، او 35. انا بجرب معاك، انا مش بحسب accurate قوي بس بجرب معاك. طالما هظهر لك ده، هو دايما بنطنش ال warning ده لانه ما بيكونش منطقي شويه. تمام، انا كده خلاص ظبطت كل حاجه. هتلاقينا في الاستيفنر احنا خلاص عرفنا الاستيفنر ده زي ما انت شايف، طالما انا عملته فوق فهو هيتعرف اوتوماتيك. هتلاقينا بقى دي اهم حاجه، دي الديزاين لود. الكود ده اي اس دي صح، فانت هتدخل الديزاين لود كما هي، ما فيهاش اي مشكله، ولا هتضرب في 1.5 ولا هتعمل اي حاجه. طيب انا بقى بيبقى مثلا عندي في الساب في كذا لود كومباينيشن. انا زي ما قلت لك بتجيب الماكسيمم مومنت والكورسبوندنج نورمال ومومنت وشير، الكورسبوندنج نورمال وشير لي ادي دي كيس، تجيب الماكسيمم شير مثلا والكورسبوندنج مومنت ونورمال، تجيب الماكسيمم مومنت والكورسبوندنج الكورسبوندنج ليه. فانت عايز تعرف الثلاثه كيسز وتخلي البرنامج يتشيك على الثلاثه كيسز. تعمل الكلام ده ازاي؟ وليكن انا عندي اول مومنت كان 10، اول مومنت كان 8 متر طن، 8 يعني معنى كده اللي هو 80 كيلو نيوتن، عشان هنا بيتعامل بالكيلو نيوتن. الشير بتاعي كان 5، معنى كده اللي هو يبقى 50 كيلو نيوتن. التنشن بتاعي لو هو النورمال، لو هو تنشن فانا اقول مثلا 20 كانه 2 طن، لو هو كومبريشن اقول له نيجاتيف 20. طب انا عايز اعرف كيس ثانيه اقول له ايه؟ انسرت افتر، اعرف لك كيس ثانيه مثلا وليكن هنا هو المومنت، وليكن المومنت هنا 5 متر طن اللي هو 50 كيلو نيوتن، والشير بتاعك 3، والنورمال ده كومبريشن 3 طن مثلا. انا كده عرفت اللود كيسز بتاعتي. قول له والسترينج اكشن، اقول له اوكي، هتلاقي الاكس دي اتشالت، معنى كده اللي هو سيء. لو انت نزلت هنا اهو، لو انا عملت كونتراكت دي معناها اللي هو يصغر الشاشه دي شويه، هتلاقي هنا اهو ان الريشيو بتاعتك 60% وكله مسيف. لو كان في حاجه مش مسيفه، لو كان في الاول زي ما احنا كنا عاملين، لو انا كبرت المومنت هنا وخليته مثلا 200 معنى كده 20 كيلو نيوتن، اهو عمل حرف الاكس معنى كده مش مسيف. بص 140% يعني هو ازيد من 100%، دي معناها فيل، اهو بيقول لك فيل كده ده مش مسيف. فانت عندك تعرف منين اللي هو مسيف ولا مش مسيف؟ من هنا اهو. اول حاجه لازم تشيك عليها، اول ما تفتح الكالكوليشن بتاعتك، انا اقول اكسباند، اول حاجه هتلاقي هنا في ايرور، تدوس عليها هيقول لك مفيش ايرور، يبقى كده تمام. في حاجه كريتيكال، الكيس الكريتيكال اهي، هي دي الكيس الكريتيكال اللي بيقول لك عليها. طب في حاجه فيل؟ لا مفيش حاجه فيل، يبقى انا كده اطمنت ان الموديل بتاعي صح، ولا في ايرور ولا في فيل. الكريتيكال الكيس الكريتيكال هو قال لي الاستيفنر بتاع الويلد، يبقى هو ده الحاجه الكريتيكال الوحيد. في الاوبشن ده اللي هو توب، ده يجيب لك اول الكالكوليشن، بوتوم اللي هو يجيب لك اخر الكالكوليشن. طيب التوب ده لو انت مشيت بقى هنا واحده واحده، هتلاقي هنا معرف لك السكشن بتاعك ويقول لك البروبيرز بتاعته ايه. لو انت نزلت تاني تحت هيقول لك الاند بليت انت معرفه بايه، وبعد كده هينزل تحت يقول لك ان انت عندك بولت 4 بولت فوق الفلانجه وتحت الفلانجه والمسافات ما بينهم ايه. بعد كده بيقول لك البيل اوف كوانتيتي اللي هو عندك كام بليته في الكونكشن دي، وعندك كام مسمار، كل حاجه بيقولها لك، والويلد قد ايه. بعد كده يقول لك السترنج اكشن اللي انت استخدمتها ايه هي. وبعد كده هتلاقيه حاطط لك الكيس التو كيسز اللي انت عرفتهم في السترنج اكشن، والكريتيكال فيهم هو اللي بدا يصمم عليهم ويقول لك انت معرف كيس اهي، حتى يكتب لك تي ان اس يعني معناها تنشن. بعد كده يبتدي يعمل التشيكات بتاعته بقى، يجي مثلا يعمل لك التشيك بتاع ايه، تلاقي هنا كل ده عمال يعرف سكاشن. هتلاقي مثلا هنا بيتشيك على السكشن نفسه، هل هو يستحمل السترنج اكشن انت كتبتها ولا لا. هتلاقي بقى جاي بيقول لك باظ باظ باظ، بتلاقي الريشيو بتاعتك واحد وكذا، معنى ان الريشيو بتاعتك واحد وكذا دي ايه بقى؟ انت كده واحد وي، طالما انت معدي الواحد انت كده سيف، لو انت اقل من الواحد انت ان سيف. خلي بالك هنا مقلوبه شويه، لو الريشيو بتاعتك مش بيرسنتج في المية يعني، معنى كده اللي انت هتبتدي تشتغل لو هي برسنتجز فانت كون ب 100%، لو هي اقل من 100% فانت زيرو، لو هي اكبر من 100% فانت ان زيرو.
لكن لو الريشيو بتاعتك مكتوبة واحد أو اتنين أو تلاتة والكلام ده هتقلب. لو هي مكتوبة واحد وكذا فأنت معنى كده إن الكونكشن بتاعتك سيف بالنسبة دي، يعني تقسم الرقم ده على واحد يطلع لك اللي هو ده النسبة بتاعتك. لو الريشيو بتاعتك طلعت مثلا نص معنى كده اللي هي unsafe مش safe، هنا بيقلب الدنيا شوية. هتلاقي هنا بقى عمال يتشيك، بعد كده بدأ يتشيك على الويلد بتاع الفلانج والويلد بتاع الويب، ويجي يقول لك باص باص معنى كده اللي هو مسيف. بعد كده بولت بدأ يتشيك على البولت، سواء بقى في الشير سواء في التنشن سواء في البندنج في كل الحالات. وبعد كده في الاخر خالص بدأ يتشيك على الاند بليت والستيب. يبقى انت كده عرفت ان الكونكشن دي خلاص الكونكشن دي مسيفه على ستيننج اكشن دي. طيب انا قلت لك في اوبشن حلو قوي في اللينكون اللي هو بيساعدك ان انت تطلع منه كالكوليشن نود. اول حاجه عشان تتخيل الوصل شكلها عامل ازاي وانت شغال، لو انت دوست هنا هتلاقي عامل لك 3 دي انت تقدر تتحكم فيه براحتك. انا عمال احرك فيه كده دايس كليك شمال وبتحرك براحتي، عمال اروح شمال ويمين وشايف الكونكشن قدامي متخيلها تماما. لو انت عندك اي كونكشن مش متخيلها هتلاقي نفسك متخيلها تماما بالطريقه دي. طب انا بقى عايز الكلام ده يظهر لي في رسمه. اول حاجه عايز رسمه، تاني حاجه عايز كالكوليشن نوت. لو انا عايز كالكوليشن نوت اقول له برنت، هتلاقيه طبعها لي بيقول لي الطبعه بتاعتك اسمها ايه، هقول له بي دي اف واقول له اوكي، هيقول لي انا بدات اطبعها اهو، قول لي المكان بتاعها فين، اقول له ده. هتلاقيه هو هنا عرف خلاص كده طبعها. نيجي نوع هتلاقيه اهي نزل لي بي دي اف فيها الكالكوليشن نوت بتاعتي كلها. لو انا فتحت البي دي اف دي هتلاقي نفسك كل حاجه انت دخلتها في الموديل اللي انت عملته والتسييفه بتاعتك وكل حاجه موجوده. بس هو بيفتح بس اهو. يبقى انت كده ايه، بص معايا ركز، هتلاقي كل حاجه موجوده. هتلاقي طبعا كاتب لك ليمكن، لو انت عايز تشيل بقى الليمكن والكلام ده ممكن تشيله انت براحتك. هتلاقي شكل الكونكشن هنا، كل الديتيلز عن الكونكشن اللي انت عملتها وشكلها، وكل الكالكوليشن شوت الكالكوليشن نوت اللي انت كنت بتتفرج عليها في البرنامج كلها نزلها لك ما فيهاش اي مشكله. طبعا بطريقه محترمه جدا، بطريقه سلسه، وكتب لك الريشو في الاخر وكل حاجه مظبوطه. عشان كده البرنامج ده قوي جدا في الحته دي. طب انا لا انا عايز اطلع منه رسمه كمان. في هنا دي اكس اف اهو نفس الفكره، هروح مختار ديسك توب مثلا واقول له اوكي. ادينا كده هو قال لي خلاص عرفتها، هتلاقي ظهر دي اكس اف اهو. تعالى نفتحها ونشوف هيحصل فيها ايه، هياخد وقت شوية. هو بقى هيفتح دي اكسف، تعالى نشوف كونكشن تانية. بس هتلاقي دي اكسف بتاعتك هي نفس الرسمة دي بنفس الكلام، حتى الكلام ده هتلاقيه موجود في دي اكسف. هو وريها لك بقى. انا كده خلاص عرفت كل حاجه وخلاص الكونكشن دي طمنت عليها. تعال نشوف كونكشن تاني. اقول كونكشن، اقول له مثلا الكونكشن بتاعت الاند بليت مع الهنج. اختار اول حاجه الزاويه بتاعتي بتاعت الرافتر، وليكن الرافتر 1 ل 10 فهيبقى حوالي 5 درجات. ادي طلع لفوق 5 درجات. بعد كده تعال انزل شوف الممبر بقى، هتلاقي هنا في عمود الكولوم. لو انا قلت له السكشن بتاعي اتش اي مثلا 300 وليكن هو ده، هتلاقي الجريد بتاعي 37. تعالى بقى ايه ترمينيت التوب دي. لو انا شلت الدروب بوكس شايف الشكل اللي موجود عندك ده عامل ازاي، مقفول من فوق يعني هو منتهي العمود لغايه هنا اهو. لو انا شلت من هنا وقلت له اوكي، بص طلع عمل لك ايه، خط قطع. معنى خط قطع دي معناها ايه؟ معنى كده ان العمود مكمل معاك لغايه الاخر. دي بتفرق قوي في الاناليسيس بالنسبه للبرنامج، هل هو هيوقف لغايه هنا اهو والمسافه كمان قد ايه. يعني انا كده لو انا عملت ترمينيت التوب بمسافه 20 سنتي فوق البليت، فخلي بالك لو انا قلت له كده اهو، ادي هنا المسافة اللي طلعها فوق البليد هي 20 سم. فدي اللي هتساعدك، هتقول لك هل هو مسيف ولا مش مسيف، هل انت محتاج تكبر عن 20 سم ولا لا. فخلي بالك من دي عشان بتفرق قوي في الاناليسيس. تعالى نشوف تاني، هنعرف قطاع الكاميرا، وليكن قطاع الكاميرا برضو اي بي اي 300 مثلا، اقول له اوكي. والجريب بتاعي 235. هتلاقي هنا بقى في الهنج البالانس اللي هو طول الهنج قد ايه؟ 2 متر مثلا، فانا خلاص حطيت له 2 متر. الاوفر اول ديبس بتاع هات الاند بليت، يعني الاوفر اول ديبس من هنا لهنا انا حطيت 400، هل انا هحط نص القطاع ولا القطاع كله؟ يعني 400 و200 يبقى 600، ولا انا هحط 400 و400 فيبقى 800؟ فلما انا احط 600 ان انا احط قطاع ونص، لما انا احط 800 ان انا احط اثنين قطاع فوق بعض مثلا، فانا احط مثلا 600 واقول له اوكي.
انا كده خلاص عايز اتفرج على الوصله. طب لغايه دلوقتي اهي ده شكل الوصله بتاعتي لغايه دلوقتي. تعال نحط الاند بليت. فالاند بليت هل هو 740؟ انا عندي 600 فهخليها 750 مثلا، انا اكبر شويه على 600 طبعا. وعرض الفلانج وعرض الاند بليت ده 200، مناسب جدا طبقا للفلانجه بتاعت الكاميرا. واقول له السيكنس بتاع الاند بليت بتاعي 20، مش عايز اكتر اكتر من كده. هتلاقي هنا الاستيفنر مش متفعل، معنى كده اللي هو مش هيقرا استيفنر في الكونكشن دي. اوكي مفيش مشكله، بس ده ما يمنعش ان انت تنفع وانت في الرسم تروح حاطط استيفنر زياده، مفيش مشكله، انت بتسيف نفسك. ممكن تخلص الكونكشن على كده، لو انت حطيت وسيفتها وخلاص ممكن تروح في الرسم مزود انت بايديك باستيفنر تاني، دي ما فيهاش مشكله عندي. فكده ايه ادي كده ده خلاص انا عرفت كل حاجه. بعد كده هتلاقي بقى بيقول لك ايه، هتلاقينا بيقول لك بقى الويلد بتاعك الاف التيمت بتاعه زي ما اتفقنا. الفلانجه وليكن انا هختار فلانجه مثلا الويلد بتاعه 8 مللي والويب 6 مللي، واروح قايل له اوكي. وانا كده عرفت كل حاجه. اجي ابتدي اخش في البولت، اختار ام مثلا 20. عندك كل بقى الام عندك لغايه ام 36 بس للاسف مش اكتر من كده، بس انت مش هتعدي الحاجات دي لو انت بتعمل بي اي بي يعني منشات بري انجينيرنج. ونفس الفكرة أربع مسامير اتنين فوق واتنين تحت، وتبتدي تلعب في الاي اي والبي اف اي بنفس الطريقة اللي احنا عملناها المرة اللي فاتت. فأنا قلت له اوكي. ولو انا عايز استفنر بقى هنا الكونكشن دي مومنت كونكشن صح؟ فالمومنت كونكشن بتحتاج استفنر زي ما احنا قلنا عشان الكريبلينج والكونفرنس بيلدينج والديستورشن وكل الكلام ده. فانا هحط استفنر هنا واستفنر هنا واحط دبر البليت عشان اسيب نفسي من كل الحاجات دي. اول حاجه حطيت استيفنر، فالاستيفنر معايا سيكس بتاعه 10، انا لا مش هخليه 10، خليه 12 هنا فوق 12 تحت. الويلد بتاعي 6، لا خلي الويلد بتاعك 10 و10 مثلا، او بلاش خليه 10 خليه 8 و8. طبعا ده بيتوقف على السمك بتاع الويب بتاع العمود مع سمك الاستيفنر. وهنا في سايد لينس، السايد لينس معناها ايه؟ دي تبان لك في 3 دي اكتر. انت شايف التول ده؟ ده السايد لينس. شايف التول اللي هناك ده؟ ده هتلاقيه هو مسميه لينز، هتلاقيه مسميه اند لينز. الاند لينز ده لو انت عملته نيجاتيف 1 يعني معناها فول الدبس بتاع العمود. لو انت عملته زيرو يبقى انت كده مش محتاج اساسا، مفيش اساسا استفنر. السايد لينز زي ما انا وريته لك اللي هو اللينز اللي عند الفلانجه عند فلانجه العمود. فانا اللينز ده انت بتظبطه او بتخليه، لو انت خليته نيجاتيف برضو واحد بيبقى بالفول لينز بتاع بالفول لينس بتاع العمود كله. هتلاقي هنا نرجع نقول الدبلر بليت، احنا ساعات بنحط هنا اهو دبلر عشان يمنع ديستورشن وكل فلانج بيلدينج والكلام ده. هنا اعمل نان، انا ممكن اقول اوكي واشوف هيسيف ولا لا. لو مش هتسيف اقول له وان سايد ولا بوث سايد، انا عايز تحط بليت في ناحيه واحده ولا عايز تحط بليت في ناحيتين. طبعا انت بتجرب ناحيه واحده والستيكنس بتاعك بتخليه مثلا 10 وتشوف هيحصل ايه. لو سيف سيف، ما سيفش لما تكبر السيكنس بتاع البليد بتاعك لما تحطه في البوست سايد. طيب انا هخليه نان الاول واشوف هيحصل ايه. بعد كده اقول المومنت بتاعي وليكن المومنت بتاعي 10 والشير بتاعي 5 والنورمال بتاعي وليكن مثلا 10 هو كمان. اقول له اوكي. كده الكونكشن بتاعتي مش مسيبه، طالما عمل لي اكس دي الكونكشن بتاعتي مش مسيبه. اجي تشيك في حاجه ايرور؟ لا مفيش حاجه ايرور. في حاجه فيل؟ في حاجه تفيل. فيل دي معناها ايه؟ اللي هو مش مسيب. ده كده انسيف اللي هو ان ستيفن كولوم فلانج سترينث. لو احنا جينا نتشيك كده ان ستيفن كولوم فلانج، او المعنى كده اللي انا محتاج احط دبلر. تعال نجرب، هو بيقول لي الكولوم فلانج بتاعك مش ما فيهوش ستيفننج فانت محتاج فيه ستيفنر. فتعالى اشوف احط هنا دبلر بص وان سايد واجرب. بص الاكس اتشالت، معنى كده ان انا لما حطيت السيفنر كل حاجه بقت مش مسيبه. بس تعالى هنا بيقول لك ايه ان ستيفن دي كولوم فلانج سترينث. ثواني بقى، هنا بيعمل ايه؟ بيتشك على العمود مره من غير ستيفنر ومره من غير كل الاستيفنر دي ومره بستيفنرز. بس ساعات لما بيتشك على الاستيفنر ما بيتشكش عليها، هو طالما انت حاطط السيفنر هو ما بيعملش التشيك اصلا. بس هو بيجي يقول لك لو انا اتشكيت قبل ما تحط الاستيفنر معنى كده اللي هو انصيف. فانا لما انا هو هنا بيقول لي ان ستيفن دي كولوم فلانج، يعني لو انا حطيت كولوم فلانج بس بيقول لك قبل ما كنت تحط كان هي انصيف. هتيجي مثلا هنا ان ستيفن دي كولوم ويب، قبل ما كنت تحط برده كان انصيف وهكذا. لكن لما يجي يقول لك الاستيفنر نفسه مش هتلاقيه، يعني في حاجه هنا بس هنا هتلاقي ايه هو ترانزفيرس ستيفنر. هنا بتشيك على الاستيفنر نفسه، بتشيك على الاستيفنر اللي اسيف، فمعنى كده ان انت كل حاجه عندك مظبوطه.
اهو ستيفنن كولوم فلانج بيلدنج، معنى كده اتشك على العمود بعد ما حط الاستيفنر، فقال لك اللي هو مسيف ما فيهوش اي مشكله. هتنزل تحت بقى، تنزل تحت خالص هتلاقيه جاي بيقول لك، مش قايل لك حرام اللي فيه حاجات مكتوبه فوق فيل، بس قايل لك لا الكونكشن بتاعتك مسيفه بنسبه 76%. ليه بقى؟ لان هو اتشك على لما ما كنتش انت حاطط اساسا الاستيفنر، لكن انت حاطط دلوقتي استيفنر، فانت الكونكشن عندك سيف ما فيهاش اي مشكله. هسمي الكونكشن دي رقم 2 مثلا واقول له اوكي. يبقى انا كده عملت الكونكشن مره بونش اند ومره بابكس. تعال نشوف الكونكشن مثلا، وليكن في هنا طبعا الكونكشن دي اللي هي الويلد. الكونكشن دي في هنا حاجه اسمها بولت جروب، لو انت عايز تشيك بس على مسامير بنفس الطريقه، كلهم بنفس الطريقه، كل اللي انت شايفه ده بنفس الطريقه. في مثلا كونكشن اللي هي الشير مثلا، دي كونكشن اند بليت الشير، برضه بنفس الطريقه هي هي، سواء بقى فين بليت او اند بليت، يعني كل اللي انت شايفه ده في كونكشن سبرايس، سواء سبرايس كده او سبرايس بالطريقه اللي هي بتاعت الكباري، كله واحد، كل نفس الطريقه اللي احنا اشتغلنا بيها كلها شبه بعض، ما اختلفتش في اي حاجه. يعني احنا كده خلاص، عايز اوريك بس ال، عايز اوريك ال الكاد بيطلع شكله عامل ازاي عشان تكون متخيل برضو. هو في حاجة في الكاد مش راضي يفتحها. هو كده بيفتح الفايل بس. هو انا فتحتها كذا مرة اهو، هتلاقي الرسمة كده ظاهرة لك اهي تحت، نفس الرسمه اللي انت كنت عاملها على اللينكون هتلاقيها موجوده بنفس الابعاد بكل حاجه. كل اللي انت عندك بقى هتعمل ايه؟ هتكتب على الكاميرا دي نفس القطع، هو مكتوب عليها، ممكن انت بس تمتش الوان، تظبط خطوط، تلون وخلاص، على كده يبقى انت كده عندك شكل الكونكشن. بس هو ما حطلكش الفيس التاني، انت ممكن تاخد سيكشن بقى هنا اهو وترسم انت السيكشن ده يبقى شكله عامل ازاي. وانت كل اللي عليك انت بس لو انت عايز تزود وترسم سيكشن تاني، فانت هيبقى عندك الموضوع سهل جدا ان انت تعمله. يبقى احنا كده اتعرفنا على الليمكن وطبيعه البرنامج وازاي تخرج منه كالكوليشن شيت وازاي تخرج منه كمان دروينج. تعالى بقى نتعرف على البرنامج تاني اللي هو برنامج الروبوت. برنامج الروبوت ده دايما استخداماته بتبقى في البيس بليت، يعني انا ما انصحكش ان انت تستخدم الليمكن ده في البيس بليت خالص، لكن استخدامات الروبوت دايما بتبقى في البيس بليت. هو في كونكشن في جميع انواع الكونكشن. طب ازاي؟ اول حاجه لو انت نفتح موديل جديد مثلا فايل نيو موديل، اول حاجه هتفتحها هتفتح مثلا سبيس تراس سبيس، يعني حاجه كده سبيس علي ده، انت بتفتح موديل من اول وجديد. اول حاجه هتلاقيها هنا تحت، هتلاقي هنا في حاجه اسمها كونكشن ستيل كونكشن فيريفيكيشن، لو انت دوست عليها هنا اهو البرنامج كله هيتحول من لما كان بيعمل اناليسيس لان هو بيعمل اناليسيس كونكشن بس. بعد كده تختار الكونكشن اللي انت عايزها، عايز بند كونكشن ولا عايز فيكس كونكشن، ايا كان الكونكشن، ولا عايز سبلايس، ولا عايز عمود مع كاميرا بهنش، ولا عايز كاميرتين داخلين على بعض، ولا عايز سبلايس، عايز فيكسد بيز برضو بس او اند بيز بس الموضوع فيه سيركولر، الموضوع فيه بوكسات، موضوع بريسنج، كل ده موجود. انا مثلا هعرفكم على البيز لان دي معروفه اكتر، يعني استخداماتها هنا في الروبوت بتبقى اكتر. اول حاجه لازم تعرفها ان الكود اللي متعرف عليه في الكود اللي متعرف في الروبوت هو كود واحد بس، هو كود الاوروبي ده ما بيتغيرش، ما ينفعش يتغير فيه، ده عكس اللي ممكن، لان كان عندنا امريكي واوروبي والكلام ده. لو انت بتصمم بالكود المصري، لو انت عايز تصمم الكونكشن دي بالكود المصري، فانت هنا اهو لازم لا تتعدى ال 80%، وهكذا هنا اهو برضو لو انت مستخدم كود امريكي او لو كود اوروبي طبعا لا تتعدى حوالي من 70 ل 80%، لكن لو كود امريكي ممكن توصل بالكونكشن لغايه 85 88%، لكن ما تزودش عن كده عشان تسيف في الكود المصري. اول حاجه برضو نفس السيستم، هتلاقي بيقول لك كولوم، هتختار قطاع العمود بتاعك. هنا قطاع اختيار قطاع العمود مختلف شويه، لو انت عايز تختار عايز تعرف عمود من اول جديد، هنا في حاجه اسمها نيو سيكشن، هتلاقيه جاي بيقول لك انت عايزه هل هو ستاندرد يعني اي بي اي والكلام ده، فانت هنا عندك هل هو اتش، لو انا عملت ستاندرد اهو هل هو اتش ولا اي بي اي مثلا، اي بي اي اي بي اي
مثلا اي بي اي 240، انا كده وقلت له اد، هتلاقي العمود ده اتضاف اهو اي بي اي 240. لا انا عايز قطع بالطب، فانت ممكن تقول لك ايه بارامتريك وتقول حرف الاي، يبقى انت كده بتبتدي تدخل ادي البي والاتش ويب والتي ويب والتي فلانج، ادي هتدخلهم من اهو بالمليمتر، خلي بالك من الوحده اللي انت بتسميها، وتعرف هنا القطاع بتاعك باي اسم وتدخله وتقول له اد برضه، يبقى نفس الطريقه. انا مثلا عايز كمان اعرف قطاع اتش، اتش اي اي اتش اي اي مثلا 300، اقول له اد، بعد كده انا عرفت قطاعي. انا هعمل كونكشن لاي بي مثلا 240، اعلم على كونكشن اي بي 240 واقول له ابلود، هتلاقيها هنا اهو اتحولت، ظهرت لك اي بي 240. طبعا دي الماتيريال بتاعتك نفس الفكره، يبقى 375. لو انا عايز اعرف الماتيريال بتاعتي، هتلاقي هنا في اوبشن بقى بيقول لك وزود براكت ولا سيمبل ستيفنر ولا ستيفنر ويست ترابيزويدال بليت. لو انت عملت هنا وزود براكتس يعني مفيش اي ستيفنر، لو انا عملت هنا اهو هتلاقي ستيفنر في جميع النواحي، لو انا عملت كده اهو ده هتلاقي ستيفنر بالشكل ده. انت ممكن تعمل مثلا سمبليفاي ستيفنر مثلا وتقول له ابلاي وتيجي تتفرج على شكله. هنا في حاجه اسمها كونكشن فيو، ده برضو ال 3 دي اللي احنا بنتكلم عليه، فانا هنا دي مناسبه جدا انا هستخدمها، حلو هتساعدني ان انا اقلل سمك البليت. تيجي تخش على البليت، ابعاد البليت بتاعتك كام؟ طبعا انت المفروض هتظبطها هتقللها على 240، يعني ال 240 دي هتخلي الاي بي اللي هو طولها حوالي 300 والعرض حوالي 200، نقول يا عم 250، التي ابتدي ب 20 ولو احتجت زود، عشان ما اغيرش بقى الماتيريال دي كل شويه. انا هقول هنا ابلاي، هتيجي في الكولوم هتقول له في هنا ساعات بيبقى اوبشن بيقول لك خلي الماتيريال دي الكل، يعني الكل ساعات في بعض ال في بعض الكونكشن اهو بيديك اوبشن تاني يقول لك الماتيريال لكل الكونكشن، عشان ما تفضلش تغير الماتيريال كل شويه، لو مش بيبقى في كونكشن موجود والكونكشن التاني مش موجود عادي. يعني هتيجي بعد كده الاستيفنر، سمكو الاستيفنر هنخليه 10، لا ما بحبش اخليه 10، بحب اخليه 12. شكله عايزه في الاتجاه ده ولا في الاتجاه ده ولا في الاتجاه ده، ايا كان الاتجاه اللي انت عايزه، انا هخليه مثلا في الاتجاه اللي فوق زي ما هو. بس بيقول لي الاي اس طوله ده 600، حاسه كتير بس 600 ده خليها 300. الاتش اس هو الاتش اس ده 300، انا 300 حاسه كتير برضه هخليه 100 او 150. هاجي هنا اهو اقول له بقى اي ال اس، ال اس ده طوله اللي هو 600، عشان عشان ياخد انا عامل البليد بتاعي كام؟ البليد بتاعي 300، فانا هخليه هنا اهو 300 عشان يظبط. فهو شكله كده اهو، ده البليد بتاعي. طبعا هو محتاج يقصر شويه، بدل 150 دي يبقى 100، اقول له اوكي. بس تقريبا 300 دي كبيره، هتخليها 200 الابلاي. البيت بتاعك بالشكل ده، هتيجي تقول له بقى انت عايز الدي 1 والدي 2، انت المسافه من هنا لهنا 20، لا المسافه دي هخليها مثلا 10، المسافه اللي تحت هخليها 10 برضو، اللي هو الكسرتين الموجودين هنا ده 10 وده 10، الكسره دي والكسره دي. لو انت عايز تلغيها خالص خليها بزيرو مفيش مشكله. بعد كده تخش على الانكل، عايز كام مسمار، عايز تخليهم جوه ولا بره ولا في اي مكان، انا ده الشكل المعتاد اللي احنا بنعتمد عليه. طبعا شكل المسمار عايز تخلي شكل المسمار كده ولا كده ولا كده حسب ما انت عايز. القطر بتاع المسمار انا هخلي قطر المسمار ام 20 وهجرب. الجريب بتاعه احنا في المسامير بنستخدم ستيل 52، ستيل 52 يعني معنى كده الاف، الاف يعني يبقى كام؟ يبقى 5.2، هنا مش هتلاقي 5.2، بس اقرب حاجه ليه اللي هو 4.6 و4.8، انت تختار حاجه منهم. انا اخترت 4.6 على اساس ان انا اكون مور سيف يعني. بس كده انا مختار مسمارين، انا هنا مختار اربع مسامير، انا اختار لا اختار اختار اربع مسامير. الاي في، ايه الاي في دي؟ المسافه بين المسامير، المسافه بين المسامير دي مثلا انا اخليها 100، والناحيه الثانيه 150 اللي هي المسافه دي، اوكي. فبقت كده 150 دي كبيره طبعا، هخليها 100 هي كمان. اقول له اوكي. طبعا احنا بنعتمد على من 3 ل 5 الفوق، يعني من 3 من تعتمد على 3 الفوق لغايه 6 الفوق. انا كده عرفت كل حاجه، ابتدي اقول بقى ايه، ابتدي اقول له طبعا انت بتحرف طول المسمار نفسه، هيجي يقول لك ال 4 دي بكام وال ال 1 دي بكام وال ال 2 بكام. اهم حاجه فيهم هي ال 2، لو انا خليت ده ب 400 بحيث ان طول المسمار يبقى 40 سم عشان ال عشان ال الكونكريت. في حاجه هنا اسمها ويدج، لو انت عايز تحط يعني قطاع تاني تحت الاند بليد، ده حاجه اسمها الشير كي، دي موجوده في الكود الامريكي، دي بتستخدم لو انت عندك الشير عالي قوي، لو الشير عندك عالي قوي الجا للحل ده.
الويلد هتبتدي تقول الويلد بتاعك، الويلد هتخليه كله 10، ولكن الاريا ويلد الاي بي هتلاقي الاريا ويلد اللي هي فوق عند الفرنجه الاي بي اللي هي عند الويب هتخليها ب6. الاريا اس اللي هي في بتاعه الاستيفنر هتخليها وليكن برضو ب6. تقول له ابلاي، تعالى اعرف الفاونديشن، اعرف متر في متر مثلا في 900 حسب الفاونديشن اللي عندك، والسي بتاعتها ب30، والجراوند بتاعتك بيبقى ب30 مللي. يبقى انت كده عرفت الفاونديشن بتاعتك كلها. بس انت كده عرفت كل حاجه، هتيجي تقول له ابلاي اوكي. طب انا عايز ادخل الاستيلنج اكشن، هتلاقي هنا اهو الاستيلنج اكشن، هنا في حاجه اسمها مسج. لو انت دوست عليها، لو طلعت لك اي مسج مكتوبه انت لازم تراعيها. هيجي مثلا يقول لك المسمار لازم يعدي الاثنين الفوق، المسمار ابعد المسمار شويه، قلل حرك المسافه بين المسامير، لا السكنس ده مش نافع. هو بيرشدك برده للطريق اللي انت عايز تشتغل بيه. بس انا عايز اقول لك هنا اهو الاسترنج اكشن اللي انت المفروض تدخلها من فورس ان بار. هنلاقي هنا حاجه اسمها النورمال فورس، فانت تدخل النورمال فورس بتاعتك وليكن هي 10 كيلو نيوتن او مثلا 100، هي 10 طن. الشير وليكن هي مثلا 30، 3 طن. الشير في الاتجاه الواي والشير في الاتجاه الزد، مش هتعرف الفرق ما بينهم. هتعمل بس ثانيه واحده كده اهو، تعالى هنا اهو في السكيم هنا بص، ده اتجاه الواي، يبقى العمودي عليه اتجاه الزد اللي هو ده، فده اتجاه الزد وده اتجاه الواي، يبقى ده الشير في اتجاه الزد وده الشير في الاتجاه الواي، عشان تعرف الاكسس بتاعتك ماشيه ازاي. فانا هخلي ده 30 وده 10. لو انت قلت له كالكوليت يبقى هيبتدي يحسب لك الريشيو بتاعتك نص في الميه، يبقى انت كده الريشيو بتاعتك مظبوطه وما فيهاش اي حاجه، والكالكوليشن شيت موجوده. طب انا عايز اطبع الكالكوليشن شيت دي اعمل ايه؟ هنا هتلاقي في حاجه اسمها وورد. اي وورد، وانت كده صدرت الكالكوليشن شيت بتاعتك للوورد. هو دي طريقته، تصدر للوورد، وبعد ما تصدر للوورد تسيفها، بعد ما تصدر للوورد تسيفها كبي دي اف بقى تستخدمها زي ما انت عايز. وعلق ومعلق اهو، هي اتصدرت كوورد. بعد كده تروح فايل سيف از وتسيفها في كبي دي اف، تحطها في المكان اللي انت عايزه. هسيبها من هنا بي دي اف، اقول له ديسك توب، يبقى انا كده هحطها هنا اهو، ويبقى كده عندي الكالكوليشن نوت اللي ظهرت لي كبي دي اف. طيب لو انا عايز اطلع رسمه بقى، انا عايز اطلع مثلا، لو انت عايز تطلع 3 دي دي ممكن تطلع، تيجي هنا اهو فايل سيف از، وتروح قايل له بدل الروبوت ده تخليها دي اكس اف، تقول له اوكي. كده هيسيف لك الرسمه دي، ال 3 دي ده هيسيف لك دي اكس اف. لو انا عايز اطلع الرسومات كلها، يعني هنا في كذا رسمه في كل الريفيجنات، اروح قايل له فايل سيف از برضه دي اكس اف، واقول له اوكي بلاش نفس الاسم، اسم تاني، تقول له اوكي. اهو طلع لك ده دي اكس اف وده دي اكس اف، ده بالنسبه لل 3 دي وده للبلانات كلها. معنى كده اللي هو خلاص هو بدا، ايه دي الطريقه اللي انت تطمن بيها كونكشن على الروبوت. بس قبل ما تعمل الكلام ده كله، خش على طول جوب ريفرنسز، ابتدي هنا هتلاقي في يونت اند دايمنشن، هتلاقي في الدايمنشن ظبط الدايمنشن بتاعتك حسب ما انت عايز، سواء في الفورسز في كل حاجه انت بتشتغل بيها. انا شغال مثلا بالكيلو نيوتن، فانا مظبط بالكيلو نيوتن. الماتيريال بتاعتك خليها، حاول تخليها بنفس الستاندرد دي عشان تطلع لك الماتيريال اللي انت عايزها. هتلاقي هنا هو مثلا في ايه تاني، مثلا البولت، عشان ممكن ما تلاقيش كل اكتر المسامير، فحاول تجيب ان ايزو 4014. طب تجيبها منين؟ تيجي من ان اهو اد، وهتلاقي اهو ايزو 4014، وتقول له اد من هنا اهو. وبعد ما تقول له اد تقف عليها وتقول له صح، يبقى كده تفعلت اختيار المسامير بتاعتك. الديزاين كود هتلاقي في اللود بس كله كده كده ولا كده، كله اوروبي، ما بيشتغلش غير بالكود الاوروبي. كده بقى احنا اتعرفنا مع بعض النهارده على الليمكن، اتعرفنا مع بعض النهارده على الروبوت ازاي نصمم بيه كونكشن، سواء بالكود الامريكي، سواء بالكود المصري، سواء بالكود الاوروبي، او اي كود انت عايزه. دي طريقه ديزاين الكونكشن. اتمنى تجربوها وتقولوا لي الفيدباك بتاعكم برده. وبالتوفيق ان شاء الله يا باشمهندسين، شكرا لكم.